وذات سولنا عندما مثل ما زولن صوفي سون غاري سلنس مازي خراون نصوص ستيلي زرين النهار ذي ثزولا توجر حنا سبعة قمدان نجيبون نوم كان نوعي وذني سوفار نصها دي طفران سون أطراك ذي مناطة تمهوري ذي الولاية النسكي كدا سلمية ذكرت مسا ذجيبون ذكران يسوفار يطرغون وسكشمالي ما ننسى نغالو نسليش ذي مناطة كي يقضوي ذا نظن غارو خام بوين وقذا كي غارو خام انتوجيات تمذين تاكي كن أذ تسوذاوان ذي ثاذم سايس في قنادو نغلف نصه دا تمغوري محمد عرقاب ذا كان حريشة قيد وين إخوصا ذي سفارة نوزال ذي تمورث غاسا كان نسعى إمغيز مقران ويكدد قواليس ذا كان أسناني نمسنفارة نصه دا دوين إلا قان ويساد وياذ كل داين واسند غام سايدي لان المند نوفقان نسنفارة نمغيز ذي تزير ذي كوهنس أجر غلان تمليليين ذي ثمانخ تحليل الوضعية الحالية لقطاع المناجم كشف نقائص وضعفا على مستوى مختلف المراحل المتمثلة في تثمين الضعيف للمواد المعدنية للموارد المعدنية للبلاد رغم توفر قدرات منجمية هامة التي تزخر بها بلادنا. إن تطوير الاستثمار المنجمي يمر أساساً من خلال تحسين مناخ الاستثمار من أجل تحسين المقاولاتية والاستثمار، وهذا ما يعمل عليه برنامج الذي سطرته الحكومة طبقاً لتعليمات السيد رئيس الجمهورية. ونعدي غارو سنتل النظام وسلين قلافين لحالة دي لان ثاقر ياقيت زراد الولاية سيدي بالعباس أسف ديني ونواهي لصوري غالنا لامان دوس لشيكنا دي لين غاف ثما كمدانان غافي فردان وكذن أذك سن أعزال ذو طرفو غافي ذا إحسلان عبد الكريم عاشور يغالد سوايا المهم عملية تخصيصية بيدينوها هذا شرطة سيدي بالعباس رفقة الجيش الوطني الشعبي تساهمان في فك العزلة عن المواطنين جراء موجة الثلوج المتساقطة خاصة على منطقة الضايا المتواجدة في أقصى جنوب ولاية سيدي بالعباس، خاصة أيضا في الطرق الرابطة ما بين راس الماء والضايا ودائرة أتلاغ. كما قمنا بأيضا حملات تحسيسية وتوعوية لفائدة المواطنين خاصة الذين يسلكون هذه الطرقات، حيث دعوناهم إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر وعدم استعمال السرعة المفرطة واتخاذ كل الإجراءات والتدابير لتفادي وقوع حوادث مرور خلال هذه الفترة. أنا دي غار الولاية نجيجا لسالين قلبنا الحال ويغال وسيفة مقران ذي ولاد جاب الله ذي غزران ويلد صغلو يتقنطرت وزال ذي نسع وقنص دو جمدانا أيمن عبد الرحمن يقول مارا سليمان في قنطرتي كيون وزهل ثلا نقال ذا عمود نتري سيتيوم ودمن مزداغ نتدات ولاد جاب الله الولاية نجيجل وكان أزقر نسي فاقيو هنا عندنا منطقة ولاد جاب الله مربوط راهي تقدر تقول تي فيلاج راهو معزول هاكم تشوفوا راهو ما عندناش حتى كيفاش نوصلوا للمنطقه اللي ملهيه طوعوا داروا معبر على الاقل اللي يفوتوا الراجلين طوموبيلات ما نحكيوش عليهم طوموبيلات يضطروا باش يفوتوا 13 كيلومتر باش يلحقوا له كاين لعبوا ما تقدرش يعني ما ساهلش ما تفوت عليه وكاين اللي سقطوا فيه كاين سقطوا في الواد كنتوا قابلين ايوا والان راه الجسر هذاك المؤقت العمود الجسر المؤقت راه راح داه جرفته المياه ما بقى والو يعني المنطقه هذه راهي معزوله على اختها اغلوي نوفري ذاكيون نغنو عمو ذاكيون قال لنا شحال هذه سكوسن تفلات اغمز داغيون وسا اتان المرثان ثنرنا وثرنا غار والتماس سال اغلوي نيوفران ولوي نوسي فاكيون حنا ماذا بنا يكون الحل على الأقل مؤقت على الأقل الراجلين يفوتوا مانيش عارف المهم يكون حل محال باش ما قدروش المنطقة هذه راهي معزولة 100% نطلبوا حل مؤقت بسيط وبأبسط الإمكانيات
المحنة اني مزداغ اقيان ذي ولاد جبلة تتكمي الواسو ثارنسن ذي مغبرون اقيان يطفن امضقان يوكن اديلين ذو قنار ودفقناني ما ننسن ذي الحالات يشفان ثيقي سي الولاية الغليزان سالي عويقا نتزران تتفحو يراني السفاري سمامانا مشينا ياكو ذي القرص إفلاحان تمناتا نشرا يطيا وغالان تسلغ الله يسفرحان وتسرمن السيوضون غروقان 200 ألف نيقنطران أيوب ميهو بياكو مارا سليمان وريليرا شحا بامان ذونا غور جيوثن تمناتا نشرا يطيا ذي الولاية الغليزان ذهور زلث أفلاح نطمناطا جيو يوسفاغ نتسمامين أمتنا ذا القرص ويجيو ذيان إدوك ذني الهماء أصدار هذا البساتين توعنا ما سمحناش فيهم وقفنا معهم بالشي اللي كاين كاين اللي سمح في ولاده وقف مع صدرته يفيطوا عباه يوصل هذا الإنتاج اللي راه كاين ورغم ذلك الحمد لله يا ربي وصل هذا الإنتاج ويعني واليوم اليوم اليوم الشيء اللي كاين رانا فرحين به. حنا منطقة غليزان دوار شريطية معروف بالحمضيات ورانا في أزمة تاع ماء وعلى بالنا بلي ما كاش الماء والناس ما صافت ما تشرب. بصح ما سمحناش فيها بحال مشينا معاها وخدمناها. إخفران إنقرا لاند تفشيرا عن الخير إفلاحان وسير منسان ينرنا عند إزمنت ذي راي ذاك نسنرنين مضيق نوزو إثيسيث وعند يتراجو أذي وضو سفاغ نسفر نتسمامين غير 200 ألف إقنطاران وزاد ربي اليوم الحمد لله يا ربي غاثنا ورانا فرحانين بهذا النو رانا فرحانين بها بالصح راه كاين عندنا صعوبات ومشاكل يعني لو كان نجو نهضروا بهذه المشاكل ما تفراش الحياه السقي قال البراج الخطره اللي فاتت كان ناقص كان فيه حوالي 3 ملايين لازم الاهتمام بهذه المنطقه هذه راهي مهموله شويه ما كاش راه يحوس عليها كاع والو ما كان راه يحوس عليها لانغري غالي ما داكش الفلاح ما صاب لهم الوجه لانغري الاولاد كيف يدير لها بيسمع فيها عملية الإنتاج لغاية شهر نوفمبر الحالي هي راهي تتقدر 201375 قنطار والعملية راهي مست 836 قنطار هكتار والصنف اللي هو الطاغي على 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 الحمضيات هو صنف الكليمونتين إفدي غاف ثم نفلح ذي نقلقان أديلي ويجيو إوسنانين وحريشة جيو وصف قني مطقان أخديم الأذغى ذي ثليث نتهرست هي كان صوت ديد نغار تقرا النساء اللي نسمع زيغ في زياده النساء اللي نطفرت ديال نغ يسالنا غافوسطان تمتي فيسبوك اما انستغرام تويتر يا يوتيوب